دي الباقة وحشة أوي، مفيش واحتمال مشكلة تفصل في أي وقت. صح؟ آه معلش خلاص أنا آسف. مفيش مشكلة، هو زميلك استأذني وأنا قلت له مفيش مشكلة، خليه حد يسجل المحاضرة واسمعها في أي وقت. خلاص مش شكرا بس ماشي، ماشي. اتفضل، سلام. ننوي النية الطيبة يا جماعة في الأول زي كل سيكشن، إن ربنا سبحانه وتعالى يجازينا خير على العلم دوت، وينفعنا بالعلم دوت وينفع الناس بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. السكشن رقم 3 في الدي ووترنج، وهو بيتكلم عن نظام الديب ويل، أحد أنظمة نسح المياه الجوفية. زي ما احنا متعودين، تعال نبص كده على محتويات كل سكشن كعناوين رئيسية. أول عنوان هنتكلم نعرف الآبار العميقة، ناخد مقدمة عن الآبار العميقة زي السكشن اللي فات ما خدنا مقدمة عن الآبار الإبرية. خلي بالك، هو تقريبا هتلاقي نفس محتويات السكشن اللي فات، بس شلت آبار الإبرية وحطيت مكانها الآبار العميقة. تاني حاجة أو تاني عنوان، تصرف خضوع البئر العميق. تالت عنوان، اللي ذاكر السكشن اللي فات كان المفروض إن هو البريشر ريليف سيستم، بس خلاص أنا عرفتك يعني إيه بريشر ريليف سيستم السكشن اللي فات. فالسكشن الحالي هندخل على طول في مسائل الخندق ومسائل الأرض دائرية الشكل ومسائل الأرض مستطيلة الشكل. يبقى لو تلاحظ، زي ما انا قلت لك، القصه كلها نفس تقريبا عناوين السكشن اللي فات، بس كل حاجه بقت بير عميق، وبقت نفس حتى المسائل، مسائل الخندق والارض اللي على شكل دايره والارض اللي على شكل مستطيل، نفس المسائل، بس كل اللي بيختلف ان المساله بقت بير عميق بدل بير ابر. طيب، اول عنوان معانا الابار العميقه. زي ما احنا عملنا السكشن اللي فات، انا عاوز حاجتين من السلايد دي. عايز اعرف اول حاجة، امتى اصلا ابدأ افكر في الابار العميقة كسيستم؟ رقم 2، طب هو سيستم الابار العميقة ده عبارة عن ايه؟ طيب، فامتى اصلا افكر ان انا استخدم الابار العميقة؟ شرطين زي السكشن اللي فات برضو، اما كان في شرطين للابار الابرية. ايه هما الشرطين؟ بعد إذنك يا باشمهندس، اتفضل اتفضل يا هندسة. وقع مني ولا ايه؟ طيب هكمل، ولو طب نكمل وهو إذنك يا باشمهندس، قدامي يعني. أنا جائع، اتفضل يعني مش عارف توصل متأخر اتفضل اتفضل، معاك. انا بقول لحضرتك يعني انا النت عند الارضي فصل ودلوقتي اسمك ايه؟ ايه؟ فتح انا بالباقه مش سامع، هو النت فعلا وحش. وحش يعني. انا طلعت فتح حضر بس برضه ويجي انا بقول لحضرتك النت الارض عندي فصل ويعني انا دلوقتي فاتح مطبقه وواقف على السطح. مين؟ علاء؟ مين اللي بيتكلم؟ ايوه علاء. اه علاء. علاء إيهاب. ماشي، لو عايز تستأذن برضه إنك تسمعه متسجل مفيش مشكلة. أنا انا بس علاء ايهاب. ماشي ماشي، أنا بقول لك ماشي يا علاء. خلاص خلاص، أنا خدت غيابك، يبقى اسمع السكشن متسجل بس لو أنت عارفش تسمعه دلوقتي. ماشي ماشي يا باشمهندس، شكرا. نرجع لموضوعنا يا شباب. يبقى انت اذا امتى بتفكر في موضوع الابار العميقه؟ اول شرط هو نفس شرط الابار الابريه، ان التربه بتاعتك تبقى متوسطه النفاذيه، التربه الحامله للميه، طبقه التربه الحامله للميه اللي الميه تمشي فيها تبقى متوسطه النفاذيه زي الرمل، وده شرط احنا شرحناه السكشن اللي فات. تاني شرط بقى وهو الجديد، ان مقدار التخفيض المطلوب في منسوب المياه الجوفيه يزيد عن 4.5 متر. كان السكشن اللي فات في الابار الابريه بيقول لك ان مقدار التخفيض ده يبقى اقل من 4.5 متر. لما بقى مقدار التخفيض يزيد عن 4.5 متر، بنبدا نفكر في حل الابار العميقه. في حل تاني هتلاقيك خدته في المحاضره،
اسمه المالتي ستيج ويل بوينت. ده انا مش هتعرض له دلوقتي، احنا شغلنا السكشن دوت ان اول ما منسوب المياه او المقدار التخفيض يزيد عن 4.5 متر ابدا افكر على طول في الابار العميقه. طيب يبقى اذا اول ما ابص على المساله بتاعتي الاقي ان التربه بتاعتي رمل والاقي ان مقدار التخفيض اكبر من 4.5 متر، يبقى انا كده عرفت ان انا رايح ناحيه الابار العميقه. كلام سهل. طب ايه بقى النظام ده عباره عن ايه؟ زي ما انا قلت لك في اول سيكشن خالص بمنتهى البساطه ان البئر العميق ده لان هو قطره كبير التقسيط بين البئر والتاني كبير، فكل بئر بيشتغل لوحده على حده وما بيعملوش بقى خط ابار كده زي البئر الابري تشتغل كيونت واحده او كوحده واحده او كسيستم واحد. وبالتالي البئر العميق في التعريف هو قال لك هو عباره عن ماسوره مثقبه. يعني لو رحنا نرسم كده انديكيشن للموضوع، اللي عايز ترسم الرسمه دي ورايا ارسمها لان هي مش موجوده في السلايد. الموضوع بيبقى عباره عن تفريغ دائري بنعمله بالشكل ده في التربه راسي، بنقوم مدخلين ماسوره مثقبه بالشكل ده. يعني ايه بقى مثقبه؟ يعني فيها فتحات فيها ثقوب علشان تسحب منها الميه. الماسوره نفسها اللي هي الماسوره اللي بالخط الاحمر هي دي اللي قطرها من 6 ل 24 بوصه، وممكن الارتفاع يوصل لغاية 90 متر. طبعا عمق جبار في قلب التربة. تمام. يبقى اذا الماسورة الحمراء دي هي ماسورة مثقبة قطرها من 6 إلى 24 بوصة بعمق يصل ل 90 متر. طبعا ارقام كبيرة يا شباب، سواء القطر لما تقارنه باقطار البير الابري كانت 2 إلى 3 بوصة، ده بقى 6 ل 24 بوصة، وعمق برضه كبير جدا علشان يقدر يخفض التخفيض الكبير اللي هيبقى مطلوب منك في المسألة. طيب طب ايه تاني؟ انت دلوقتي عملت التفريغ بتاعك كبير قوي بالنسبة للماسورة، ليه يا باشمهندس؟ ليه فرغنا بقطر دائري كده كبير؟ ليه في مسافة ما بين الماسورة وما بين التربة؟ قال لك ما هي المسافة دي انا هحط فيها حاجة اسمها فلتر. يعني ايه بقى فلتر؟ قال لك هاجي هنا احط فلتر. الفلتر ده بيبقى عبارة عن رمل وزلط. ليه بقى؟ قال لك علشان المية وهي جاية تدخل جوه البير هتجيب معاها حبيبات التربة الناعمة. اي حبيبات صغيرة كده المية هتجرفها معاها وهي داخل البير. فقال لك مع تكرار الموضوع دوت بنلاقي ان الثقوب اللي موجودة في البير بدأت تنسد. طب وليه؟ انا هحط فلتر بره كده، الفلتر ده وكأنه زي فلتر المية بتاعت الشرب يعدي المية من غير اي رواسب ومن غير اي حبيبات تربة ناعمة. يبقى احنا عندنا ماسورة قطرها كذا بعمق كذا وحواليها فلتر. طيب حلو قوي. قال لك كل ماسورة من دول بقى بنحط لها مضخة تحت مغمورة. يعني لو جينا نعمل بالقلم الأحمر برضو بنيجي هنا تحت خالص في قاع الحفر بتاعك وتعمل مضخة مغمورة لكل بير. هي تفرق لكل بير دي؟ لأن أفكرك في تعريف برضو الآبار الإبرية كنت بقولك الآتي، إن الآبار الإبرية كلها متصلة بماسورة فوق اسمها هيدر بايب. اللي مذاكر سيكشن اللي فات هيبقى فاكر الكلام ده 10 على 10. والماسورة اللي فوق الهيدر بايب دي متصلة بمضخة واحدة أو اتنين للسيستم كله. يعني الآبار الإبرية السيكشن اللي فات كلها لو ده كان خندق وكان في خط آبار إبرية كده اللي هو ده اللي على اليمين خالص، ده الخندق وده خط الآبار الإبرية، كان السيستم ده كله ليه مضخة واحدة أو اتنين وكفاية. إنما هنا يا باشمهندس عشان التخفيض كبير والبير الكباستي بتاعته كبيرة، كل بير بيحتاج مضخة لوحده بتتحط في القاع هنا.
تمام. ده بس الفروق بتبان دلوقتي لما تاخد سيكشن في الابار العميقه والابار الابريه تفهم الفروق. طيب التقسيط كبير، بيتراوح المره دي من 7.5 متر ل 40 متر بين البير والتاني، مش الاتنين لتلاتة متر اللي كانت موجودة في الآبار الإبرية. آخر حاجة خلي بالك إن طبعا واضح كده بالنسبة لك إن الموضوع دوت مكلكع، عاوز شركات كويسة ومتخصصة وطبعا تكلفته عالية مقارنة بطرق النسح الأخرى. ده كده تعريف سريع لموضوع الآبار العميقة عشان تبقى حاسس بالموضوع وإيه اللي بيفرق البير العميق عن البير الإبري. عرفنا يا باشمهندس. اتفضل يا باشمهندس. هو انا بعمل الفلتر ده ازاي؟ بنزل الحاجات دي ازاي؟ بص انت اللي بيتعمل ان انت اول حاجه خلينا نمسح الاول اول حاجه بنفرغ ال يعني الحفره او البور هول، هي بالانجليزي اسمها بور هول، مش عارف بقى بالعربي دي نسميها ايه، بور هول كده. البور هول ده يعني حفر دائري وليه عمق. على فكره قطر الحفر ده بيبقى في تقرير النسح اللي هو المفروض هيتنفذ بيبقى معطى، يعني مثلا بنقول للمقاول انت قطر التفريغ ده مثلا 1 متر مثلا، المفروض ايه بنحرج اخش انا طالما انا مش قاعد على مش قاعد ما بنحرج اخش كده عم عادي الناس اللي بعدها ممكن جامع بقى بس مش عارف هتلاقي جامع مفتوح ولا لا. انت في الموقف اللي زي بتعمل ازاي ما انت في الشارع وعارف بعمل ايه بقى؟ الميكروفون يا عم لازم قفلته وخلاص. قفلته له وما خدتش اسمه عشان في كنت سأل فانا ما خدتش اسمه. دلوقتي نرجع بقى لموضوعنا، الموضوع ده بيتنفذ ازاي؟ القطر دوت بنفذه بالعمق المطلوب. تاني حاجه ببدأ أدخل الماسورة بالمضخة. تالت حاجة ببدأ أحط الفلتر حوالين الماسورة بالخطوات اللي أنا قلتها لك كده معايا. بس في الحق يعني في الحق يعني أنا بحفر الأول مسافة كبيرة بالعمق ده كله؟ لو انت عندك مشكله في سند جوانب الحفر تستخدم سائل البنتونايت عشان تسند بيه التربه. مش عايز اقول ان احنا ممكن نستخدم كيسنج، يعني ممكن تستخدم كيسنج كده ان انت تسند بمصفى او باي اداه ممكن تسند بيها التربه. المهم ان سند التربه ده ليه وسائل تانية ممكن نقرا فيها يعني. بس هي الخطوات زي ما انا قلت لك كده، بتحفر وتحط الماسوره المثقبه بالمضخه المغموره وبعد كده تحط الفلتر. تمام شكرا. طيب الموضوع اللي بعد كده تصرف خضوع البير العميق. السكشن اللي فات احنا خدنا تصرف الخضوع وعرفنا ان تصرف الخضوع دوت هو اقصى تصرف ميه ممكن اسحبه من البير بدون ما اسحب اي هواء. تعريف احنا خدناه مش هنكرره تاني، وقلنا الفكره ان انا لو سحبت هواء المضخه هتتحرق، فلازم دايما اسحب بمقدار بتصرف اقل من تصرف الخضوع ده. السكشن اللي فات كنا قلنا العوامل اللي بيعتمد عليها تصرف الخضوع للبير الإبري حاجتين، معامل النفاذية
وطريقه التنفيذ. طريقه التنفيذ كمعامله نفاذيه وطريقه التنفيذ العوامل اللي بتاثر بيها تصرف الخضوع للبير الابر. طب هنا بقى ايه الاخبار؟ قال لك لا، البير العميق بيختلف شويه. اول حاجه قطر البير، مفكرك ان قطر البير كبر فبدا يدخل في الحسابات وهيبدا ياثر. رقم 2 برضو معامله نفاذيه. رقم 3 ودي الجديده، طول الجزء المثقب من البير. فبرضو عشان نفهم الموضوع ده اكتر نجيب الشارت اللي جايبينه من الريفرنس اللي بيحكم العمليه دي. ده الشارت او المنحنى او المنحنيات اللي موجوده في الريفرنس اللي بنقدر نجيب منها الماكسيمم ييلد اوف ويل بوينت او اف اوف ويل، بلاش بقى ويل بوينت، هو ديب ويل اصلا بير عميق. الكيو ييلد دي بقى نجيبها ازاي؟ قالك اول حاجه المحور الافقي تقول لي معامل النفاذيه بكام وتطلع، هتخبط في عدد من المنحنيات، كل منحنى بيعبر عن قطر بير معين بالمليمتر، يعني ده 150، ده 305، ده 460، 510 او 610 وهكذا. خبطت في المنحنى بتاعك، تروح تقرا الكيو ييلد، بس تلاقي بقى كاتب لك هنا جمله بيقول لك ان الكلام ده بير ميتر اوف ويلد ديبس، ده العامل الثالث اللي هو طول الجزء المثقب. يعني ايه؟ يعني الماسوره بتاعتك اهي اللي مرسومه عندك دي، ده البير العميق بتاعك او الماسوره المثقبه بتاعتك. في التنفيذ الحقيقه احنا ما بنعملش الماسوره المثقبه دي بكامل العمق مثقبه، لا مش شرط الماسوره كلها تبقى مثقبه من تحت لفوق، ده احنا بنيجي عند عمق محدد اللي هو العمق ده، وهو ده بس الطول او العمق اللي نعمل تثقيب في الماسوره عنده، وبالتالي بنيجي عند المنطقه دي اللي هو العمق ده، ويبقى هو ده طول الجزء المثقب من البير، والباقي اللي هو اللي فوق مصمت. يعني انت عاوز تقول لي ايه؟ عاوز اقول لك ان زي ما انا قلت لك كده في ثلاث عوامل بيأثروا، قطر البير وده بان في المنحنيات، شك منحنى لكل قطر، معامل النفاذيه اللي موجود في محور السينات، طول الجزء المثقب لان الرقم اللي هيطلع لك من الصادات ده للمتر الواحد. طب تعال ناخد مثال، تعال كده ناخد مثال بيني وبينك نفهم الموضوع ده بيتحسب ازاي. الكلام ده مش مطلوب منك المثال ده، يعني ما بيجيش، مش هيجي في مساله او في الامتحان يقول لك احسب لي الكيو ييلد لبير عميق، لكن انا بعرفك بره في الديزاين بتعمل ايه، لان انت الكلام ده بره في الحاله العمليه زي ما انا اتفقت معاك انت اللي بتعمله. اول حاجه بيديك الكوفيشنت اوف بيرميابيلتي، معامل النفاذيه، ب 5 في 10 اس سالب 4 متر على الثانيه. ماشي يا باشمهندس، ايه تاني؟ ومديك قطر البير العميق 460 ملم. ماشي يا باشمهندس، ايه تاني؟ ناقص لك معلومه كمان، ايه هي؟ الويلد ديبس اللي هو بالعربي طول الجزء المثقب من البير ب 8 متر. حلو قوي. تيجي يلا نمشي واحده واحده. اول حاجه معامل النفاذيه 5 في 10 اس سالب 4، يعني تقريبا هنا طلعت لقيت ان قطر البير بتاعي 460 ملم، يبقى انا عايز اخبط في المنحنى ده، والسهم ده اصلا كده اترسم غلط. طيب خلينا بقى علشان نظبط المساله، لو حد بيكتب ورايا معلش عدل بقى ال 460 دي خليها 610، وبعتذر عن الخطا ده. قطر ال 460 ملم في المثال ده لو حد بيكتب ورايا او عدلوها، انا عارف ان انا نزلت السكشن النهارده متاخر، فلو محدش لحق يطبعها اكتب بس ورايا الملحوظه دي وتبقى تعدلها في الورق المطبوع بتاعك. القطر هنا دي 460 دي خليها 610 ملم علشان تبقى المساله مظبوطه كده. ماشي، طلعت خبطت في المنحنى اللي بيناظر قطر 610 ملم، رحت خبطت في الافق لقيت تقريبا 2.3 لتر بير سكند.
2.3 لتر بير سكند. بس ايه؟ بس خلي بالك ايه قلت لك، ده ال 2.3 لتر بير سكند دي للمتر الواحد من الويلد ديبس بير متر، يعني كل متر من الثمانية بيديني تصرف خضوع 3، يبقى الثمانية كلهم هيدوني كام؟ يبقى اذا الكيو ييلد عبارة عن 2.3 في 8، لان 2.3 دي للمتر الواحد وانا عندي 8 امتار مثقبين، يديني 18.4 لتر على الثانية. دي لما تحولها لمتر مكعب على الساعة تديك 66.25 متر كيوب بير اور. ده مثال صغير بس، مجرد معلومة إثرائية ليك ازاي تحسب الكيو ييلد من المنحنى. حد عنده أي مشكلة لغاية دلوقتي؟ لا تمام كده. تمام يا باشمهندس. ماشي، بأكد عليكم بس تاني انك هتغير القطر ده تخليه 610 بدل 460. تعال ندخل بقى على طول في المسائل، وزي ما احنا عملنا السكشن اللي فات تعالى برضو نبدأ نستعرض مع بعض خطوات التصميم للخندق. تفتكر السكشن اللي فات كنا بنقول ان خطوات التصميم دي، السكشن اللي فات في الأبار الإبرية، قسمناها لثلاث خطوات رئيسية. أول خطوة تحديد معادلة التصميم، ودي كنا بنجيبها من جدول حسب أربع معلومات، هما نفسهم دلوقتي هنشوفهم مع بعض. تاني حاجة قلت لك ده معادلة التصميم دي لقيت فيها مجهولين، الـ L والـ HE مش معايا، فقلت لك في تاني خطوة دي هنحل معادلتين مع بعض نجيب الـ L والـ HE. ثم تالت خطوة قلت لك خلاص هنبدأ نحسب عدد الأبار والتقسيط. لما رحنا للمسائل دائرية الشكل ومستطيلة الشكل اكتشفنا مع بعض ان هي نفس الخطوات، بس اللي بيفرق ان المسألة بتبقى اسهل لان الـ HE بقدر اجيبه مباشرة من الرسم، والـ L بتيجي من قانون مباشر، فالمسألة كانت اسهل. ده يا شباب السكشن اللي فات، ده ملخص السكشن اللي فات اللي احنا عملناه. طب ايه بقى اللي هيحصل السكشن ده بالنسبه لموضوع الديب ويل؟ قال لك اول خطوه مش هتفرق، هي تحديد معادله التصميم برضو موجوده هنا في مساله الديب ويل. طيب يبقى انت لو عايز تكتب ورايا هنا بقى الخطوات الرئيسية، زي ما احنا عملنا في السكشن اللي فات، اكتب ورايا كده الخطوات الرئيسية اللي احنا هنفصلها دلوقتي في السلايد. اول حاجة، اول خطوة اكتب ورايا، تحديد معادلة التصميم او التحقيق، تحديد معادلة التصميم او التحقيق. الخطوة الرئيسية الثانية، نفرض عدد الآبار ونحسب R capital و R small. نفرض عدد الآبار ونحسب ال R capital وال R small. ثالث خطوة التحقيق، ثالث خطوة التحقيق. دول برضو الثلاث خطوات رئيسية يفكروك بس بالخطوات التفصيلية بتاعت المسألة. تعالى كده نبدأ بقى نبص على الخطوات دي. أول خطوة رئيسية تحديد معادلة التحقيق أو التصميم، ودي علشان نطلعها من الجدول بنعمل نفس اللي عملناه السكشن اللي فات. أول حاجة يا باشمهندس تبص لي على الجسة وتقول لي هو التصرف ارتوازي ولا جاذبية ولا مشترك. دي المعلومة رقم واحد. كان أربع حاجات السكشن اللي فات لو تفتكر، هنجيبهم دلوقتي. تاني حاجة أشوف المقاول والمواسير اللي عنده وأعرف المسألة بتاعتي هتبقى اختراق كلي ولا اختراق جزئي. دي تاني معلومة. طيب تالت معلومة
قال لك كنت بشوف مصدر المية بتاعي مصدر واحد ولا مصدرين ولا مصدر مية دائري. قال لك لا 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 لا، ثانية واحدة بقى، لو ترجع معايا الأول سيكشن خالص، البير العميق لما جبنا معادلات تصميمه واحنا اللي عملنا له الإثبات بنفسنا، اللي هي معادلة التصميم أو معادلة التصرف الارتوازي والجاذبية للبير العميق، لو تفتكر في السيكشن اللي عملنا فيه الأربع إثباتات، كنا بنجيب للآبار الإبرية التصرف الناتج عن خط آبار، وقلنا ليه؟ قلنا علشان الآبار الإبرية قطرها صغير والتقسيط صغير، فالآبار الإبرية بتشتغل كخط وكوحدة واحدة. إنما البير العميق قلت لك لا، البير العميق كل واحد هيشتغل لوحده، وكل واحد يسحب باتجاه قطري من جميع الجهات. يعني ايه؟ يعني اللي عاوز اقوله لك ان في البير العميق، انسى بقى كلمة مصدر مية واحد او مصدرين دي، البير العميق يا باشمهندس على طول بيسحب بصورة دائرية بصورة قطرية من جميع الجهات، فبالتالي دايما هيبقى مصدر مية دائري. حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ يبقى أنا بقول لك بس بفكرك إن البير العميق ده إحنا إثباتاتنا في أول سيكشن كانت إن البير بيسحب من جميع الجهات دايماً، فما فيش مصدر مية واحد أو اتنين بتاعة الآبار الإبرية دي، خلاص انساها. هنا دايماً أنت معادلاتك كلها مصدر مية دائري، تمام؟ عشان برضو لما تشوف كلمة مصدر مية دائري دي تبقى فاهم ليه. دي تالت معلومة، ان المصدر بتاعك مصدر مية دائري. طب اخر معلومة اللي هي الرابعة، ان انت اصلا بير عميق، انت ممكن تبقى شغال بير ابري او بير عميق. فالمعلومة الرابعة ان انت بير عميق. بدلالة الاربع معلومات دول بدخل على الجدول وبجيب معادلة التحقيق او التصميم زي ما احنا قلنا، اللي هي اول خطوة. تاني خطوة بقى يا باشمهندس، بنفرض عدد الآبار. الكلام ده في مسألة الخندق، بحيث ان يتحقق التقسيط مناسب من 15 ل 20 متر بين البير والتاني. يعني عشان حد فيكم طبعا هيسألني، طب افرض عدد الآبار ده ازاي؟ 6 ولا 8 ولا 10 ولا 20؟ اقول لك لا، انت هتشوف طول الخندق بتاعك كام، وتختار عدد من الآبار بحيث ان المسافة ما بين البير والبير تبقى من 15 ل 20 متر. هنشوف الكلام ده في المسألة. اجيب الار كابيتال اللي هي نص قطر دائرة التأثير، ودي سهلة زي ما انا عملناها مع بعض في السكشن اللي فات، قلنا ان هي اقل من حاجتين، بعد اقرب مصدر مية او الرقم المحسوب من القانون بتاع السكشن اللي فات، هو ان الار بتساوي سي جذر الكي اتش كابيتال ناقص الاتش اي، وتيجي تحت القانون ده تكتب لي ملحوظتين، السي ثابت، اعمل سهم كده واكتب ان السي ده ثابت من 2000 ل 3000 ثابت، الكي ده معامل النفاذيه يعوض عنه بالمتر على الثانيه، اوعى تعوض بالسنتيمتر على الثانية في المعادلة دي، يعوض عنه بالمتر على الثانية. طيب يتبقى لك الار سمول. ايه الار سمول دي بقى يا باشمهندس؟ هي دي بعد كل بير عن النقطة الحرجة، هنفهمها دلوقتي في المسألة. انا بس عايزك تعرف ان انت في الخطوة رقم 2 دي، الخطوة الرئيسية رقم 2، بتفرض عدد الآبار وتحسب الآر كابيتال وتحسب الآر سمول. ثالث حاجة التحقيق. مسألة بسيطة وسهلة وإن شاء الله مضمونة. يبقى هما ثلاث خطوات، بحدد المعادلة، تاني خطوة أفرض الآبار وأحسب الآر كابيتال والآر سمول، ثالث خطوة أحقق أو أتحقق. تعال ندخل بقى على المسألة. عندي خندق، الخندق ده عرضه 2.5 متر، عمقه 5.5 متر،
طوله 120 متر. يعني لو احنا رسمنا رسمة سريعة كده زي ما احنا متعودين بنرسم دايما اول رسمة مع بعض، يبقى انا عندي خندق كده عرضه 2.5 متر وعمقه 5.5 متر ومسافر لجوه الشاشة 120 متر. القطاع الجيولوجي للتربة كان عبارة عن 7 متر طين ميديوم كلاي، كان فيه هنا 7 متر طين تحتهم 8 متر ساند، ثمانية متر ميديوم ساند. الانيشال جراوند ووتر تيبل منسوب المياه الاصلي كان سالب 1 متر ومديك الكي الكوفيشنت اوف بيرميابيليتي وبيقول لك 1 رو اوف ديب ويل. الله، ده هو حدد لك في المساله اول معلومه انت كنت عاوزها اصلا عشان تحدد المعادله ان انت ابار عميقه. بيقول لك في صفه واحده من الابار العميقه اتحطت على بعد 1 متر من الخندق، فقمت انا رايح 1 متر يمين وعملت البير العميق بتاعي، مديك قدره المضخه ب 50 متر مكعب على الساعه، ومديك الثابت سي اللي انت تجيب منه نص قطر دايره التاثير. انا متوقع ان انا لما ابدا في نسح المياه الجوفيه هلاقي ان شكل البارابولا بتاعتي او شكل منسوب المياه بعد النسح واخد الشكل الايه المنحني اللي انا برسمه لك دلوقتي ده. وزي ما احنا اتفقنا في السكشن اللي فات، انا بالنسبه لي اخطر نقطه هي النقطه دي. دي النقطة اللي أنا لازم على الأقل أحقق تخفيض أو مقدار تخفيض تحتها نص متر. لازم لو أنا حققت عند النقطة دي نص متر، الباقي هبقى أنا ضامن إن هو أكبر من نص متر ومحقق النص. طيب تعالى بقى ندخل على أول خطوة. أول خطوة تحديد المعادلة. طلعت أنا بأربع معلومات من منطوق المسألة ومن الرسمة. انت المفروض بترسم على طول المسألة، بالمناسبة يعني انت بترسم على طول المسألة وانت بتقرأ خطوة خطوة، لكن احنا علشان هنا في السكشن شغالين على البرزنتيشن فانا بضطر اعرض لك الرسمة في الاخر. اول حاجة ديب ويل، تاني حاجة لما انا رسمت المسألة اكتشفت ان التصرف ارتوازي، ولما رسمت المسألة برضو اكتشفت ان انا اختراق كلي. عرفت منين فول بنتريشن دي يا باشمهندس؟ لقيته هنا اللي بيقول لي في المسألة فولي بنتريت. وزي ما انا اتفقت معاك دايما في البير العميق مصدر المية بتاعك دائري، ما تشغلش نفسك بقى، هو دايما مصدر دائري. دي رسمة بتاعت المسألة، انك بترسمها بالظبط انت بتحل. احنا رسمناها مع بعض خلاص. لما ترسم المسألة بتاعتك كان الطبقة اللي فوق دي 7 متر والطبقة اللي تحت دي 8 متر، 7 زائد 8 ب 15، يعني من هنا لهنا 15، ومنسوب المياه الجوفية كان تحت سطح الأرض بمقدار متر واحد، يبقى من هنا لهنا اللي هي الـ H كابيتال عشان هنستخدمها دلوقتي في الرسومات ب 14 متر. دي الحاجات يا باشمهندسين زي ما احنا عملنا السكشن اللي فات اتفقنا إن في بعض الرموز بنستنتجها من الرسم. أدي أول حاجة الـ H كابيتال، عد معايا بقى عشان برضو نكتبها ملحوظة في الآخر. يبقى الـ H كابيتال 14 متر استنتجناها من الرسم، 15 اللي هي 7 زائد 8 ناقص المتر اللي فوق 14. طيب ال HE
اللي هو ارتفاع المية داخل البير العميق. ما هو انا عايز ال H E ليه؟ مش انا القانون بتاع ال R C جذر K H كابيتال ناقص ال H E. فال H E ده المفروض ان ارتفاع المية داخل البير العميق من هنا لهنا، من هنا لهنا، من اول النقطة دي لغاية النقطة دي. طب تعرف تجيبه من الرسم ده؟ لا يا باشمهندس صعب. طب سيبك من ال H E دلوقتي، احنا كده عرفنا نجيب من الرسم ال H كابيتال. طيب لما رسمنا المسألة كان عمق الحفر 5.5 متر، اطرح منه المتر ده يبقى 4.5 متر، وزود نص متر تحت يبقى 5 متر، هو التخفيض المطلوب في منسوب المية. تاني انا دلوقتي عاوز احسب انا النقطة الحرجة بتاعتي اللي هي اخطر نقطة اللي هي النقطة ده ايه، عايز التخفيض عندها اللي هو الزد يبقى بكام. فقالك المسافة دي كلها عمق الحفر بخمسة ونص، هطرح منها المتر اللي فوق يبقى 4.5، واجمع عليها نص متر من تحت يبقى 4.5 زائد نص بخمسة. لو حد وقع مني يقول. طيب يبقى انا جبت التخفيض. لو سمحت هي الزد دي نقطة ولا لا؟ انا اللي بستنتجها من الرسم برضو، دي تاني حاجة بستنتجها من الرسم اهو. تمام. اللي معطى عمق الحفر ومنسوب المية الجوفية ومكان البير بتاعك اللي هو على بعد 1 متر من الخندق. اتفضل. يعني انا بحسب اللي هو ارتفاع المية تحت النقطة الحرجة دي اللي هو الزد اللي هو التخفيض، هو المية كانت هنا، انا عايز بقى اخفضها لفين؟ من منسوب مية الجوفية، عايز اخفض المية من منسوبها الاصلي اللي هو سالب 1 متر لغاية تحت النقطة بنص متر. معايا؟ انتوا سامعيني يا شباب ولا الشبكة عندي وحشة صوت مقطع؟ لا تمام، كل حاجة تمام يا باشمهندس. طيب طب باشمهندس معلش، هو انا دايما بنزل النص متر ده يعني ولا ايه؟ دايما بنزله. احنا متفقين كده دلوقتي في سياستنا في الديزاين في الكلية ان انا لازم بحقق معامل امان نص متر. تمام ماشي تمام شكرا. ده اقل حاجة تمام. يبقى نص متر في اعلى، انما نص متر ده اقل حاجه. تمام شكرا. طيب هي يا جماعه هي عموما الخطوه اللي كنا بنتكلم فيها دي اللي هي حساب الايه؟ الزد او مقدار التخفيض عند النقطه الحرجه ده جبناه منين؟ اعتقد سهل، عباره عن 5.5 متر، طرحت منها الواحد متر ده وزودت عليه نص متر من تحت، يبقى 5.5 ناقص 1 زائد نص بيديني 5. حد وقع مني ولا كمل؟ خلاص نكمل. بما ان بقى الارتفاع الكلي ده اللي هو الاتش كابيتال ب 14 متر والزد ب 5 متر، لما اطرح الزد دي من ال 14 ده اهي يديني بقيه الايه؟ الارتفاع ب 9 متر اللي احنا سميناه اتش سمول. اتش سمول ده كان ارتفاع المايه الجوفيه عند اي بعد ار سمول من البير، لو تفتكروا السكاشن اللي فات كنا بنقول الكلام ده. يبقى انا من الرسمه جبت ايه؟ انا من الرسمه جبت 3 حاجات، استنتجت 3 حاجات. اكتب بقى ملحوظه لنفسك، نستنتج من الرسم 3 رموز: الاتش كابيتال والزد والاتش. الاتش كابيتال والزد والاتش سمول، ولازم على فكره اجيبهم بالترتيب ده
تمام. طبعا الاتش سمول دي اخر واحده عباره عن الاتش كابيتال 14 ناقص الزد اللي هي 5 متر يديك الباقي ب 9 متر. حد عنده مشكله؟ ما حدش عنده مشكله، يتمنى ذلك. ايه بقى الرسمه اللي على الشمال دي؟ الرسمه اللي على الشمال دي المفروض تيجي انت في وانت بتحل المساله ترسم لنفسك الخندق بالشكل ده. الخندق ده يا باشمهندس طوله كام؟ 120 متر. وانا اتفقت معاك ان احنا هنفرض عدد من الابار، دي تاني خطوه، بحيث ان يكون التقسيط من 15 ل 20 متر. فعشان تجيب عدد الابار اكتب لنفسك كده ان ان بيساوي طول خط الابار على التقسيط. يعني نقسم ال 120 على 20 متر اللي انا قررت ان انا هاخدها تقسيط بين البير والتاني. يبقى ال 120 على 20 فيها 6 ابار يا باشمهندس. يبقى انا هستخدم عدد 6 ابار عميقه. هرصهم ازاي؟ قال لك لو ده بدايه الخندق وده نهاية الخندق، أول بير هاخده على بعد نص التقسيط، يعني هروح 10 متر بس وأعمل أول بير. بعد كده هروح بقى التقسيط الكامل بتاعي اللي هو ال 20 متر. قريبة من الستيل لما كنت بتشتغل وترص المسامير البيتش ونص البيتش. تاخد التقسيط بتاعك بقى وتبدا ترص الابار. يبقى انت بتروح عند بدايه الخندق بتاعك تمشي 10 متر وتحط اول بير، وبعد كده تمشي بالتقسيط بتاعك هتلاقي ان اخر بير برضو بيبعد عن النهايه اوتوماتيك نص التقسيط اللي هو ال 10 متر. يبقى الرسمه دي جت منين؟ ان انا ان انا عندي طول الخندق 120 متر قسمته على التقسيط اللي هو على 20 متر اداني عدد الابار. برص اول بير على بعد نص التقسيط وابدا ارص الابار بالتقسيط بتاعي الكامل اللي هو ال 20 متر. اخر حاجه بس هحطها هنا في الرسم، بفكرك ان عرض الخندق ده كان كام؟ كان 2.5 متر، والمسافة من الخندق للبير كانت كام؟ كان 1 متر. أنا دايما برص الآبار على بعد 1 متر من إيه؟ من الخندق. فين بقى النقطة الحرجة اللي أنا خايف منها وعايز أعمل التحقيق عندها؟ هي النقطة إيه؟ وهو على فكرة أصلا في المسألة قايل لك هتعمل التحقيق عند كورنر الخندق بتاعك. النقطة دي النقطة الحرجة اللي هي فين في الاليفيجن على اليمين، اللي هي النقطه دي. يبقى النقطه ده اهي اللي هي في البلان النقطه ايه دي، اخطر نقطه اللي انا عايز اعمل التحقيق عندها. لو النقطه دي نجحت في الاختبار يبقى كل النقط وكل الخندق انا نجح في النسح. تمام. طيب باشمهندس اتفضل. وانا ليه ما بشتغلش زي المسائل اللي فاتت؟ مساله ايه اللي فاتت؟ الابار الابريه، ليه ما بجيبش الكيو وبعدين احسب الان بعدها؟ ليه ما بتحسبش الكيو؟ بص المسائل اللي فاتت كانت مشكلتها او مش مشكلتها، خلينا نجيب بس سلايد فاضيه، خلينا هنا. مش انت في الابار الابريه فاكر لما احنا عملنا استنتاج للابار الابريه قلت لك ان معادله التصميم الارتوازي، معادله التصميم الجاذبيه، التصرف الارتوازي والجاذبيه للابار الابريه كنت انا مستنتجه لخط ابار، صح؟ لا خليك معايا بقى تتكلم معايا. تمام يا باشمهندس، معاك. لما كان عندي مساله الخندق بتاعت السكشن اللي فات وانا بعمل ديزاين ابار ابريه
جيت ابص في الجداول لقيت ان انا اصلا عندي في الجداول معادلات انا مستنتجها لخط الابار، مصدر ميه واحد من اليمين ولا مصدرين ميه من اليمين ومن الشمال، فاكر الكلام ده طبعا. ايوه انا مشكلتي هنا في الديب ويل ان انا زي ما انا قلت لك في الاول كده ما عنديش معادلات مصدر ميه واحد او اتنين. انا المعادلات اللي عندي معادلات مصدر ميه دائري كلها، يعني البير بيسحب من كل الجهات بالشكل ده غصب عني مش بمزاجي. تمام. كل بير بيسحب بالشكل ده غصب عني مش بمزاجي. فما فيش اصلا معادلة تحسب لي التصرف الكلي لخط الابار ده على بعض. انت معايا؟ اه باشمهندس، تمام كده. طيب المفروض الخطوه اللي بعد كده، انا كل ده بدردش معاكم في الرسمه والكلام ده هيبان في الخطوات وهنعيده كمان في مساله تانية، فالكلام هناكده مع بعض تاني. يعني يبقى انا اول خطوه رسمت المساله وجبت معادله التصميم بدلاله اربع معلومات. تاني خطوه فرضت عدد الابار ست ابار، هحسب الار كابيتال، هنحسبها دلوقتي في الخطوات، وهنحسب الار سمول. انا بس عايز اعرفك قبل ما ادخل بقى في الحسابات ايه الار سمول دي. قلت لك الار سمول يا باشمهندس في السلايد اللي فاتت هي بعد كل بير عن النقطه الحرجه، دي ار ودي ار ودي ار، فعلشان انا عندي ست ابار بقى عندي ست ابعاد، كل بير ليه بعد مختلف عن النقطه الحرجه، فسميت دي ار واحد ودي ار اتنين ودي ار تلاته وار اربعه وار خمسه وار سته. الار ديت اقدر احسبهم، تقدر تحسبهم بمنتهى البساطه بقانون فيثاغورس. ما انت معاك ان الراسي ده 3.5 متر اللي هي ال 2.5 وال 1، ومعاك الافقي ده مثلا ان هو 10 متر. فلو انا مثلا عاوز احسب ار 1 هتبقى المسافه دي المثلث ده اللي هو المثلث ده هيبقى جذر 3.5 تربيع، لأن دي بتلاتة ونص زائد 10 تربيع يديني ار واحد. طب وار اتنين هتبقى جذر 3.5 تربيع زائد 20 تربيع، وهكذا مع ار تلاتة وار اربعة وار خمسة وار ستة. جبت الار كابيتال والار سمول، ادخل في الخطوة التالتة اللي هي التحقيق. طيب انا بس كل ده بفهمك الرسمة اتفهمت، نمشي بقى على الخطوات بتاعتنا. أول خطوة يا باشمهندس معايا أربع معلومات، ديب ويل وأرتيزيان وفول بنتريشن ومصدر مية دائري. أدخل على الجداول بتاعتي هلاقي الكلام ده موجود يا إما في المعادلة رقم 11 يا إما في المعادلة رقم 7. بس هسيب بقى الخانه دي مش عايزها، انا عايز العمود ده. العمود ده هو اللي بيديك معادله التحقيق ان اتش ناقص الاتش بتساوي 1 على 2 باي كي دي في سميشن الكيو في لين ار كابيتال على ار اي. يبقى دي اول خطوه بدلاله الاربع معلومات بتوعي. دخلت على السطر رقم 7 او 11 بس على العمود الثاني اللي هو معادله الدرو داون. فاكر السكشن اللي فات كنت بقول لك ان العمود الاولاني ده معادله التصميم، العمود الثاني ده معادله الدرو داون. معادله الدرو داون دي بالنسبه لي هنا هي معادله التحقيق. ممكن تكتب لنفسك ان دي معادله التصميم ودي معادله التحقيق. الخطوة دي يا باشمهندس المفروض أنا استنتجتها من الرسم. أنا قلت لك في الرسم بنستنتج ثلاث حاجات كتبتهم ورايا، الـ H كابيتال والـ Z والـ H سمول. الـ Z دي اللي كان مقدار التخفيض المطلوب في منسوب المية الجوفية تحت النقطة الحرجة. لو عايز تكتبها تعرفها. تخفيض منسوب أو التخفيض في منسوب المية الجوفية تحت النقطة الحرجة. ممكن برضو نسميها الريكوايرد درو داون.
تخفيض المطلوب. احنا حسبناه من الرسمة خلاص واستنتجناها خلاص كانت بخمسة متر. طبعا افكرك ان خمسة متر واضح ان هي اكبر من اربعة ونص متر. وده اللي خلانا اصلا نلجأ لنظام الديب ويل بدل الابار الابرية. تاني خطوة يا باشمهندس فرض عدد الابار. فرضناها ورسمناها. ونحسب الار كابيتال والار سمول. الار كابيتال تعويضا باشا باشمهندس سي جذر كي الاتش كابيتال ناقص الاتش اي 2500 جذر الكي معامل النفاذيه كان معطى الاتش كابيتال انا حسبته ب 14 في المساله هوب الاقي عندي رمز اسمه الاتش اي. وافكرك الاتش اي ده اصلا لما رسمنا المساله مع بعض قلنا ان هو ارتفاع الميه داخل البير العميق وانا مش قادر اصلا اجيبه من الرسم. فتجاوزا في مسائل البير العميق بس هناخد ان الاتش اي هي الاتش سمول اللي هي 9 متر. يبقى عايزك تكتب لي هنا ملحوظه تفكر بيها نفسك بس. تاخد من الاتش اي ده سته لنفسك وتكتب تحتيه كده لم نستطيع او لم نستطع استنتاجه من الرسم. وبالتالي عوضنا ب اتش سمول بدلا عنه. الاتش سمول دي بقى كانت 9 متر كانت سهله واستنتجناها من الرسم خلاص. انا كان عندي اللي استنتجته من الرسم ان الاتش كابيتال ب 14 والزد ب 5 والاتش سمول ب 9. كل اللي حصل بس ان الاتش اي دي انا ما استنتجتهاش فبدل ما اعوض عنها بنعمل تقريب مقبول وبيطلع الديزاين سيف اكتر كمان ان الاتش اي اخدها بالاتش سمول 9 متر. لو حد عنده اي مشكله يوقفني على طول. بعد كده المفروض احسب الار سمول. بس زي ما انا اتفقت معاك في السلايد اللي فاتت ده انا عندي 6 ابار يا باشمهندس. عايز احسب بعد كل بير عن النقطة الحرجة، يعني ار 1 وار 2 وار 3 وار 4 وار 5 وار 6. فبنعمل جدول زي اللي انت شايفه في الامتحان ده ينظم الاجابة بتاعتنا. أول عمود البير، ونبقى مرقمين الآبار في الرسمة من 1 ل 6. أهو كل بير احنا مرقمينه، يعني ممكن تكتب هنا في الرسمة بتاعتك ده 1 وده 2 وده 3 وده 4 وهكذا. نروح نجيب البعد X والبعد Y علشان البعد الR ده هيبقى عبارة عن جذر زي ما انا عملت معاك كده في السلايد اللي فاتت X تربيع زائد Y تربيع بقانون فيثاغورس. ال X دي اللي هي ايه؟ بعد البير عن النقطة الحرجة في اتجاه X، يعني دي 10 ده أول X اهي اللي هي المسافة دي. طيب ال X بتاعت البير التاني اللي هي المسافة دي كلها 10 زائد 20 ب 30. طب البعد X للبير التالت اللي هي المسافة دي كلها 10 زائد 20 زائد 20 يعني 50 متر. طب المسافة X للبير الرابع اللي هي المسافة دي كلها اللي هي 10 زائد 20 زائد 20 زائد 20 تديني 70 وهكذا. بجيب الإحداثي X لكل بير. طب بالنسبة للإحداثي واي اللي هو المسافة ده اهي، لا الإحداثي واي ثابت لكل الآبار، كل الآبار بعدها في اتجاه واي عن النقطة الحرجة 3.5 متر. ده اللي أنا كنت بعمله معاك السلايد اللي فاتت بس بننظم بقى الإجابة في جدول. إيه بقى الآر دي؟ الآر دي لو عايز تكتبها لنفسك قانون إن الآر آي اللي هو بعد كل بير بقى بيساوي جذر X تربيع زائد Y تربيع. اكتب خد من الار دي سهم كده واكتب لك ان هي جذر X تربيع زائد Y تربيع. طبعا الكلام ده بالمتر. هنجيب الار. بعد ما بنجيب الار سمول بنروح نحسب الار كابيتال على الار سمول. ايه الار كابيتال اهي لسه حاسبها.
293 و 15 من 100 متر. هتقسم الرقم ده على الار سمول اللي هو يا باشمهندس الارقام ده ليه يعني بعمل كده؟ قال لك اصلا لما انا جبت معادله التحقيق من الجدول لقيت فيها لين ار كابيتال على ار سمول. لما استنتجنا المعادلات دي اول سيكشن لو تفتكر كان فيها لين ار كابيتال على ار سمول. الار كابيتال دي نص قطر دايره التاثير وانا حسبتها. الار سمول ده بعد البير عن النقطه الحرجه اللي انا جبت ست قيم ليهم ار 1 لغايه ار 6. يبقى انا بالتبعيه عندي ست قيم للار كابيتال على ار سمول. يبقى العمود ده عباره عن ايه؟ عباره عن ال 293 على كل قيمه للار سمول. يدوني ست قيم للار كابيتال على ار سمول. ناخد لن للقيمه دي تدينا القيمه دي. ناخد لن للقيمه دي تدينا القيمه دي. ناخد لن للقيمه دي تدينا القيمه دي وهكذا. اجمع الست قيم بتوع اللين يديني السميشن اللي هو المجموع. حد عنده اي مشكله؟ يبقى احنا كده خلصنا اول خطوه معادله التصميم او التحقيق. تاني خطوه فرضنا عدد الابار وجبنا الار كابيتال والار سمول. جبتهم ليه؟ عشان عايز احسب لن ار كابيتال على ار سمول. الخطوه اللي بعد كده خلاص بعمل بقى التحقيق بتاعي. المعادله لما انا جبتها من الجدول كانت واخده الشكل ده. ثانيه واحده يا شباب. ال H كابيتال ناقص H سمول، الزد دي أنا اللي كاتبها لك. وأفكرك من الرسمة برضو الأصلية. دي ال H كابيتال إيه؟ مش إحنا قلنا إن ال H كابيتال ده إيه؟ بتساوي الزد اللي هي بخمسة متر زائد ال H سمول اللي هي بتسعة متر. يعني إذا مقدار التخفيض ده اللي هو الزد بيساوي اتش كابيتال ناقص اتش سمول. يبقى اذا معادله التحقيق اصلا تقول اتش كابيتال ناقص اتش سمول. ما هو ده الزد، هو ده التخفيض. لو انت حسبت الزد ده اهي وطلعت اكبر من الخمسة متر اللي احنا قلنا لازم نحققها من الرسمه، اللي هي الزد اللي احنا استنتجناها من الرسمه، لو طلعت الزد المحسوبة من القانون أكبر من أو بيساوي الخمسة متر بتوعي، يبقى أنا كده نجحت في النسح والمسألة بتاعتي سيف. يبقى الـ Q actual. هستنى يا شباب الأذان وارجع أكمل تاني.
نرجع تاني يا شباب. يبقى زي ما انا اتفقت معاك دي معادله التحقيق، بتعوض فيها بتحسب منها قيمه الاتش كابيتال ناقص اتش سمول اللي هي اصلا الزد. انا الزد المطلوب تحقيقها في مسالتي كان 5 متر، يبقى انا لو حسبت الزد من المعادله دي لقيتها 5 او اكتر المساله بتاعتي سيف، لقيتها اقل من 5 متر يبقى المساله بتاعتي انصيف ويلزم اعاده التصميم. تعال نعوض كده بالراحه، الكيو اكشوال دي اللي هي قدره المضخه في المساله كانت 50 متر مكعب على الساعه، قسمها على 60 في 60 عشان يحولها لمتر مكعب على الثانيه، 2 باي الكي كانت معطى في المساله بوحدات المتر على الثانيه، عشان كده انا حولت ال 50 فوق لمتر مكعب على الثانيه عشان يبقى كل الشغل بتاعي بالثواني. الدي اللي هو سمك طبقه رمل لو تفتكر كان 8 متر من الرسمه. في سميشن لين ار كابيتال على ار، اللي انا تعبت في الجدول اصلا عشان اطلع قيمه السميشن دي اللي هي 10.95. لما تعوض هتلاقي ان المعادله بتطلع لك قيمه الزد ب 5.46 متر، ودي اكبر من 5 متر، يبقى اذا المساله بتاعتي سيف ونجحت واوكي. دي كده اول مساله، وهي كالعاده بتبقى اصعب مساله عشان هي اول واحده. حد عنده اي مشكله اعيد اي حاجه تاني في المساله؟ طيب تعالى بقى ندخل في المساله اللي بعدها. وزي ما انا قلت لك اللي وقع في اي حاجه في المساله اللي فاتت احنا هنقول المعلومه تاني في المساله الجايه. عايز تعمل اعاده تصميم للمساله، بيقول لك لو طول البير العميق بقى 12 متر، هو انا كان عندي الطبقتين اللي موجودين طبقه 7 متر وطبقه 8 متر، يعني لو البير بيخترق اختراق كلي لازم طول البير يبقى كام؟ 7 زائد 8 15. هو بيقول لك دلوقتي ان المتاح يا باشمهندس 12 متر بس. 12 متر يعني ايه؟ يعني في 7 متر هنا للبير، البعد ده ب 7 متر، و12 متر ناقص 7 يديك 5. يعني الحته اللي انا بظللها دي ما اخترقتش طبقه الرمل كلها اللي هي ال 8 متر، ده اخترقت بمقدار 5 متر بس. فاكر دي كنا بنسميها ايه السكشن اللي فات؟ W. وال 8 الكبيره دي كنا بنسميها دي كابيتال، اللي احنا عوضنا عنها في السلايد اللي فاتت في معادله التحقيق. طيب يبقى اذا واضح ان هو بيقول لك في المساله انا عايزك تعمل اعاده تصميم لو الاختراق بقى اختراق جزئي، لان الابار بتاعتي الاطوال اللي معايا 12 مش 15. وبيقول لك معلومه استني واحده عشان الاذان بس. الديستشارج للافيلابل قدره المضخه المغموره اللي انت حاططها كانت في المساله اللي فاتت لو تفتكر 50 متر مكعب على الساعه، بقت 35 متر مكعب على الساعه. يعني ايه اللي حصل يا باشمهندس دلوقتي؟ اللي حصل ان طول البير كان 15 بقى 12، فالمساله اتحولت من اختراق كلي لاختراق جزئي. تاني حاجه قدره المضخه اللي احنا ممكن نسميها كيو ييلد، تصرف الخضوع اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول سيكشن، كان ب 50 متر مكعب على الساعه، بقى 35 متر مكعب على الساعه. في سؤال بقى انا حابب اساله كده ونشوف حد هيقدر يجاوب عليه ولا لا.
ليه قدرة المضخة المغمورة بتاعتي في المسألة قلت؟ ليه قلت من 50 ل 35؟ حد عنده فكرة ممكن إجابة السؤال ده ليه؟ عشان العمق، عشان الاختراق مش كبير، يعني الجزء المثقب اللي بيدخل منه المية في الرمل مش كبير. ده هيأثر في إيه؟ هيأثر في كمية المية. ماشي، العمق نفسه مع عجلة الجاذبية ده كان بيدي طاقة أعلى. لا مش فاهم بصراحة إجابتك. العمق مع عجلة الجاذبية يعني أنا كنت بحتاج رفع أعلى لمسافة أعلى. يعني أنت بتقول إن أنت كان العمق كبير فبتحتاج قدرة مضخة أعلى. ماشي، يعني هو كلام منطقي، بس في كلمة أنا قلتها النهاردة في السكشن تقول لك ليه الخمسين هتقل الخمسة وتلاتين لما طول البير يقل من 15 لاتناشر. فاكر السلايد بتاعت تصرف الخضوع لما قلت لك ان العوامل اللي بتأثر على تصرف الخضوع ثلاث حاجات: قطر البير، معامل النفاذية، وطول الجزء المثقب. تمام. فانا دلوقتي طول الجزء المثقب اقل من 15 او ايا كان، يعني مش شرط طبعا 15 تبقى كلها مثقبه، بس ما دام طول البير اقل من 15 ل 12 يبقى ايه اللي حصل؟ يبقى طول الجزء المثقب اقل. فلما طول الجزء، هو الجزء المثقب ده يا باشمهندس مش بيبقى في المكان اللي فيه الرمل ولا بطول؟ حلو قوي كلامك. ما ده اللي انا قلته من شويه. قول تاني، انت قلت ايه من شويه؟ من شوية أنا قلت عشان الجزء بتاع الرمل مش جاي الاختراق فيه كامل، بقى جزء صغير، ودلوقتي الجزء المثقب اللي المية بتدخل من خلاله من خلال الفلتر برضو مش كامل لتحت، فبالتالي قدرة كمية المية هيأثر على كمية المية مش تبقى كتير. أنا الكلام ده كله على فيه، هو كلام منطقيا صح جدا، بس هي عارف يعني أنا بقول لك لو أنت بتجاوب مثلا على سؤال شفوي الدكتور هيبقى عايز يسمع منك انك ترسم له شرط وتقول له اصل يا دكتور الكيو ييلد او تصرف الخضوع بيعتمد على ثلاث حاجات: طول الجزء المثقب ومعامل النفاذيه وقطر البير، وبما ان طول الجزء المثقب قل يبقى اذا قدره المضخه بتقل. تمام. هو زي ما الباشمهندس قال، انا بس عايز اقول معلومه صغيره برضو للعلم، يعني لما كانت المساله، انت كانت المساله دي 7 متر ودي 8 متر. المسألة لما كانت اختراق كلي المية بتيجي من الرمل بس، فاحنا في التنفيذ ما بيبقاش البير كله مثقب، بيبقى الجزء المثقب اللي هو اللي بيخترق طبقة الرمل اللي هو ده بس. يعني المسألة اللي فاتت طول الجزء المثقب كان بـ8 متر. ايه اللي حصل بقى في المسألة بتاعتنا المرة دي؟ ان الدبليو اللي هو الاختراق بقى 5 متر بس زي ما انا رسمتها لك من شوية. فكده طول الجزء المثقب بتاعي قل من 8 ل 5. فما الايه لما يقل من 8 ل 5 زي ما انا عوضت معاك في المثال اللي كان بتاع تصرف الخضوع، هتجيب القيمه من الرأس اللي هو الواي بتاعك اللي هو كان 2.3 لتر على الثانيه لو انت فاكر، بدل ما تضربه في 8 هتضربه في كام؟ هتضربه في 5، فيديك يويل ده اقل وبالتالي تديك قدره مضخه اقل. حد عنده مشكله في النقطه دي؟ النقطه دي بس مجرد نقطه كده، ايه حبيت اسرعها معاكم، ان ليه لما طول البير قل قدره المضخه قلت. فلو عايز بقى تجاوب على السؤال ده اكتب ورايا. نظرا ان الطول الكلي للبير العميق قل، فان طول الجزء المثقب قل بالتبعيه. وبالتالي يقل تصرف الخضوع. حيث أن تصرف الخضوع يعتمد على طول الجزء المثقب. بس
طول الجزء المثقب قل فالكويل ده قلت فقدرة المضخ قلت. الكلام ده اللي بيأكده السلايد بتاع تصرف الخضوع. الكلام اللي الباشمهندس قاله من شوية هو منطقي جدا بس عايز يتحول بقى لإيه؟ لزي ما أنا بقولك كده إجابة تغذي عين اللي قدامك يعني. بس هي صح أنت كلامك منطقي الطول أنت تقريبا قلت نفس الكلام بس لما بشرط بقى وكلام علمي كده يبقى أنت إجابتك 100% مظبوطة يعني. تعالى بقى نمشي بنفس الخطوات تكرار بقى المسألة. أول خطوة تحديد معادلة التصميم أو التحقيق. بير عميق ارتوازي مصدر ماء دائري. كل اللي اختلف ان بقى بارشال بنتريشن بدل فول بنتريشن اختراق جزئي بس. لما تروح ترسم المساله هتكتشف زي ما انا رسمت لك في السلايد اللي فاتت ان الدبليو اللي هو الاختراق كان 5 متر في حين ان الطبقه كلها كانت 8 متر. نفس المساله على فكره تيبيكال بس في هنا اختلاف بقى بسيط. قال لك يا باشمهندس انت المفروض دلوقتي ان الابار طولها قل وقدره المضخه غصب عنك قلت من 50 ل 35 فانت كده متوقع ان انت هتحتاج تزود عدد الابار. حد عنده اعتراض؟ طول البير قل وقدره المضخه قلت يعني انت هتسحب ميه اقل من البير الواحد. فعلشان ترجع تسيف المسألة بتاعتك أكيد هتضطر تزود عدد الأبار. فبدل ما ياخد عدد الأبار بستة خدهم 8 أبار بتقسيط 15 متر ورسهم بنفس الطريقة اللي احنا اتفقنا عليها نص التقسيط وبعد كده 15 وبعد كده 7.5 دي غلط دي 15 وآخر مسافة دي هي 7.5 باينة قوي يعني في الرسم دي 15 اللي هي ده دي 15 متر واخر مسافة هي اللي 7.5 والرأسي زي ما احنا استنتجناه برضو من المسألة اللي فاتت 2.5 واحد يبقى 3.5 واتفقنا ان النقطة ايه ده هي النقطة دي واتفقنا ان احنا بنستنتج من الرسم ثلاث حاجات اتش كابيتال والزد عند النقطة الحرجة دي 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 درو داون يعني اكتب جنبها زد كده ده الزد اللي انت لازم تحققه التخفيض اللي انت لازم تحققه عند النقطة الحرجة ده هي. وكنا بنستنتج كمان الاتش سمول هتزود هنا ترم كمان دبليو بنستنتج الدبليو اللي هي الخمسة متر دي. حد عنده مشكلة بنستنتجها ازاي؟ استنتاجها بسيط هو اصلا مديك طول البير الكلي ده بكام؟ ب 12 متر وسمك طبقة الطين ده اهي كان ب 7 يبقى 12 ناقص 7 يديك ان الدبليو ب 5 متر. بدلالة الأربع معلومات دخلت على الجدول ديب ويل تصرف ارتوازي مصدر ماء دائري بس المره دي بارشال بنتريشن. نفس المعادله على فكره اللي احنا اشتغلنا عليها دي المعادله اللي احنا اشتغلنا عليها المساله اللي فاتت هي نفسها بالظبط. كل اللي هيختلف دخل معاك ترم جديد اسمه جي احسبه بس وامشي نفس الخطوات. طب الجي ده قانونه ايه؟ موجود هنا على الشمال اهو ده القانون بتاع الجي. كل حاجة في القانون ده معاك هنعوض في المعادلة دلوقتي سهلة جدا وبسيطة تعويض مباشر. تعالى بقى نبص على الخطوات. يبقى انا رسمت المسألة وجبت معادلة التصميم او التحقيق اللي انا عايز اشتغل بيها. نمشي بقى خطوة خطوة. الزد احنا استنتجناه من الايه من الرسم خلاص اتفقنا ان اول خطوة دي في السلايد اللي هي الزد او الريكوايرد درو داون او التخفيض المطلوب في المساله اللي هو الزد ب 5 متر وده استنتجناه من الرسم. فرضنا عدد الابار تاني خطوه كانت نفرض عدد الابار ونحسب ار كابيتال وار سمول. عدد الابار فرضناه 8 وعرفنا ليه فرضناه اكبر من المساله اللي فاتت.
هنحسب الار كابيتال، وزي المسألة اللي فاتت بالظبط هتيجي على الاتش اي هتلاقي الاتش اي مش معاك، ففكرك المسألة اللي فاتت كتبنا ملحوظة تجاوزا منه هنعوض عن الاتش اي دي باتش سمول بس اللي احنا جايبينها من الرسم. نفس الكلام بعيد نفسه. بعد كده نجيب الار سمول نفس الكلام، ترص عدد الابار من 1 ل 8 تجيب الاحداثيات اكس والاحداثيات واي عشان تجيب الار اللي انا قلت لك اكتب عندها ان هي جذر اكس تربيع زائد واي تربيع، ثم تجيب الار كابيتال اللي هو نص قطر دائرة التأثير اللي حسبناه هنا اهو، وتقسمها على الار سمول بتاعت كل بير، وتجيب اللين وتجمع كل قيم اللين التمانية دول يدوك الصمشن. حد عنده مشكلة يوقفني على طول. الخطوة اللي زادت زي ما اتفقت معاك هي الحسبة دي بس، الجي ده القانون بتاعها. تعال نعوض فيه نشوف فيه كده مشكلة في التعويض ولا لا. أول حاجة W ده أنا استنتجته معاك من الرسمة بخمسة، خمسة متر. الدي كابيتال ده سمك طبقة الرمل كله 8 متر، سهل. 1+7 جذر آر ويل، آر ويل ده نص قطر البير العميق معطى في المسألة جيفن يا باشمهندس، هو مديك البير العميق اللي هتستخدمه نص قطره قد إيه أو قطره قد إيه على 2 دبليو. ما هي الدبليو أنا لسه جايبها هنا 5 متر برضو، كوزين باي على 2 دبليو على دي، دبليو على دي 5 على 8 سهلة دي. إيه بقى باي على 2 دي؟ اكتب كده ملحوظه هنا علشان ما تتلخبطش في الامتحان وتبوظ حسبه الجي دي وتعكها هتبوظ منك. اكتب هنا ملحوظه عند كوزين باي على 2 دي، اعمل سهم كده واكتب الاتي. في الاله الحاسبه اكتب كده، في الاله الحاسبه لو انت عاملها ديجري هتعوض ان باي على 2 تعوض عنها ب 90 درجة. طيب لكن لو الآلة الحاسبة بتاعتك، لو الآلة الحاسبة بتاعتك عاملها راديان بالنظام الراديان هتعوض بباي على 2 على طول، تكتب باي على 2. دي بس ملحوظة صغيرة تاخد بالك منها. لو انت الآلة الحاسبة بتاعتك لو الآلة الحاسبة بتاعتك ممشيها بنظام الديجري اللي احنا كلنا شغالين عليه يبقى ما تعوضش بباي على 2، لا هتشيل الباي على 2 دي وتعوض عنها ب 90 درجة، يبقى كوزين 90 في 5 على 8. لكن بقى لو انت عاوز تعوض بباي على 2 زي ما هي يبقى لازم تحول الاول المود بتاع الآلة الحاسبة من ديجري لراديان. حد عنده مشكلة؟ دي بس ملحوظة لنفسك وانت بتحل عشان الخطوة دي ما تبصش منك، لانها لو باظت طبعا المسألة باظت. بس خلاص يا باشمهندسين، اخر خطوة اللي هي التحقيق المعادلة اهي، واتفقنا ان اتش كابيتال ناقص اتش سمول دي هي الزد اللي لازم لما تطلع من المعادلة تكون اكبر من او بيساوي الخمسة متر المطلوبة مني في اول المسألة. احنا عوضنا فيها في المسألة اللي فاتت سهلة، خلاص الكيو بقت ب 35 بدل 50 على 60 في 60 عشان احولها لمتر مكعب على الثانية. 2 باي الكي اهي كانت جيفن، الدي ب 8 متر، الجي انا لسه حاسبها في سميشن اللين على الار اللي هي ال 14.7 اللي انا جبتها من الجدول احطها في مكانها هنا في القانون. طلع الرقم ب 5.22 محقق ال 5 متر يبقى سيف. طبعا هو بديهي جدا بس انا هملها لك. اكتب كده سيف.
بيلزم إعادة التصميم بزيادة عدد الآبار. يعني بدل ما أنت واخد بقى الآبار 8 تاخدهم 10 وتحل المسألة تاني. وده طبعا في في الامتحان انت ما بتعملش كده، في الامتحان بتحل مره واحده. لكن انا بكلمك في الحاله العمليه طبعا بتعيد التصميم على عدد ابار اكبر. لو سمحت يا باشمهندس اتفضل. هو انا كده الدرو داون بتاعي اتش ناقص افكت، يعني من المفروض تبقى اقل من اتش اصلا. المفروض ايه بقى من ايه ولا ايه؟ انا مجازا عوضت عنها بالاتش. انت بتتكلمي على الار كابيتال ده؟ ماشي. في اللي هو الريكوايرد درو داون. لا لا لا، هي بصي الخطوه دي انا اصلا ما يعني بصي الخطوه دي انا ما بحبش اشتغلها كحسبه كده. هو اصلا اللي باشمهندس ابراهيم هو اللي كاتب البرزنتيشن، انا بعدل عليها برضو، بس الاتش اي دي اصلا كمان غلط. يعني هو المفروض ان الزد اللي هو التخفيض ده كان عباره عن اتش كابيتال ناقص اتش سمول، مش اتش اي. ليه الاتش ده انت معايا؟ يعني هي غلط في الحسبه دي، بس انا كمني اصلا بحسبها من الرسم فما خدتش بالي. يعني هي خطوة الزد دي احنا دايما زي ما اتفقنا بنستنتجها من الرسم، بس عدلوها. يعني هي دي مش اتش اي، دي اتش سمول. تمام تمام ماشي يا باشمهندس. يعني هي كانت عامله لخبطه بس منها مكتوبه اتش اي صح؟ هو يعني انا كان في دماغي ان احنا كده بنقلل الامان شويه، يعني درو داون كان من المفروض يبقى اكتر. لا لا، هي بصي درو داون يعني انا زي ما انا بقول لكم كده ما تلخبطوش نفسكم خالص بالسطر ده، يعني ما تعوضش في القانون ده ولا السطر ده. انت بتستنتج الزد من الرسم، احنا اتفقنا في مساله البارشال بنتريشن هنستنتج اتش كابيتال وزد سمول واتش سمول ودبليو. دي الزد بقى اللي انا لازم احققها في اخر ايه، في اخر معادله. هي التعويضه صح على فكره، 5.5 زائد نص ناقص 1، ما ده الاستنتاج اللي احنا عملناه في الرسم اصلا. كان عمق الحرف. انا قصدي يعني كان هي بس مكتوبه غلط، اتش كابيتال ناقص اتش سمول مش ناقص اتش اي. تمام. اللي هي ده الاتش ناقص اتش كابيتال ناقص اتش سمول. دي هي الزد. هو بس الباشمهندس هتلاقي ايه؟ غلطه صغيره اتش اي، وانا طبعا كنت المفروض براجع وراها، فهي غلطه مني وغلطه منه، يعني انا بعتذر بس على اللخبطه دي، امسحوا الاي دي. الحاجات دي طبعا بتبقى عفويا خالص لان احنا بنكتب السكشن على الباوربوينت، فطبعا الموضوع بياخد مجهود، فممكن تطلع غلطات صغيره من دي، يعني ايه بنصلحها مع بعض في السكشن. طيب اخر حاجه بقى، المساله دائريه الشكل او مستطيله الشكل هي كالعاده بتبقى اسهل من مساله الخندق. وهنا بقى هنعمل الكلام اللي الباشمهندس كان بيقوله من شويه، ان انا هجيب الكيو توتال واقسمها على الكيو ويل تصرف البير الواحد عشان اجيب عدد الابار اصلا. ليه بقى يا باشمهندس اللي كان بيسال؟ لان انت دلوقتي المساله بتاعتك بقت اصلا دائريه اصلا مش خندق بقى. فاحنا زي ما انت هتشوف دلوقتي في المساله بنفرض ان في بير هيسحب الميه من كل الجهات، ودي اصلا المعادله اللي احنا ايه استنتجناها فنقدر نستخدمها علشان نجيب الكيو توتال. ما علينا، نخش بقى على الخطوات عشان بس ما نتاخرش، عشان الوقت بدا يتاخر كده. اول خطوه ثابته، تحديد معادله التصميم. عايز اربع معلومات: تصرف ارتوازي ولا جاذبيه، اختراق كلي ولا جزئي، دايما في الابار العميقه مصدر الميه دائري. المعلومة الرابعة ان انت اصلا ابار عميقة دخلنا جبنا معادلة المرة دي التصميم، معادلة هنحسب منها الكيو توتال. الجديد هنا بقى
فاكر الخطوات الخندق كنا بنفرض عدد الابار ونحسب ار كابيتال وار سمول. طب وهنا هنفرض بير وهم افتراضي في نص الارض مساحته تكافئ المساحه المحاطه بالابار. سيبك من السطر ده هنفهمه دلوقتي بس سيبك منه. المهم ان انا هفرض ان انا عندي بير عميق واحد في نص الارض بتاعتي اللي هي واخده شكل دايره او مستطيل، وهحسب الار كابيتال نفس الشغل بتاع السكشن ده والسكشن اللي فات، وبعد كده اعوض في معادله التصميم اجيب الكيو توتال. جبت الكيو توتال اقسمها على تصرف البير الواحد عشان اجيب عددهم، اجيب التقسيط هو عبارة عن طول خط الابار على عدد الابار، واعمل التحقيق. يبقى لو انت عاوز تكتب برضو ثلاث خطوات رئيسية كده للمسألة، اول خطوة تحديد معادلة التصميم، تاني خطوة فرض بير عميق واحد وهمي وحساب الار كابيتال، ثالث خطوة حساب عدد الابار والتقسيط، هنزود هنا خطوة بس التحقيق. اقولهم تاني بسرعة عشان اللي بيكتب ورايا. يبقى اول خطوة تحديد معادلة التصميم، تاني خطوة فرض بير عميق واحد وهمي وحساب الار كابيتال، تالت خطوة حساب عدد الابار والتقسيط، رابع خطوة التحقيق. مش هقرا بقى المسألة، المفروض دلوقتي انك تعرف تترجم المسألة بنجاح لرسمة، فتعال ندخل في الرسمة على طول. لما رسمت المسألة كان مديني ان الارض بتاعتي دائرية نص قطرها 10 متر. زي ما احنا اتفقنا مع بعض هنرص الابار بتاعتي على بعد ايه 1 متر من الارض. يبقى انا نص قطر الابار بتاعي 10 زائد 1 بيساوي 11 متر. يبقى انا هرص ابار عميقه مكان الاكسات ده اهي عشان تعمل لي دايره حوالين الارض. الدايره اللي حوالين الارض دي نص قطرها 11 متر. تمام. طيب لما جيت ارسم المساله لقيت ان المساله واخده الشكل ده. دي قطعة الأرض الدائرية بتاعتك. المرة دي أنا بقى عندي لما تيجي تاخد قطاع كده وتبص بقى عندك بير من الناحية اليمين وبير من الناحية الشمال، لأن الأرض محاطة من جميع الجهات بأبار على شكل دايرة. يبقى جيت رسمت هنا بير ناحية اليمين وبير ناحية الشمال على بعد 1 متر يمين وواحد متر شمال. نص قطر الأرض كان 10 متر، يبقى قطر الأرض كله كان ب20 متر. عمق الحفر كان مديهولك ب6 متر. ومديك هو منسوب المية الجوفية كان برضو تحت سطح الأرض بمقدار 1 متر. ومديك سمك الطبقات كان طبقة الطين اللي فوق 10 متر وطبقة الرمل كانت 8 متر. هنستنتج ايه من الرسم؟ اول حاجة الاتش كابيتال. الاتش كابيتال اللي هي المسافة ده هتبقى 10 زائد 8 ب18 ناقص المتر اللي فوق يبقى 17 متر. يبقى الـ H كابيتال هي 10 زائد 8 عشان يديك الارتفاع الكلي، وتطرح منه المتر اللي فوق بتاع المية. تاني حاجة الزد.
ده مقدار التحقيق او مقدار التخفيض المطلوب تحقيق عند النقطه الحرجه. فين النقطه الحرجه؟ قال لك يا باشمهندس المره دي النقطه الحرجه بتبقى في نص الارض، بتبقى هي النقطه ده في البلان دي، النقطه اللي هي بعيده عن الابار. ما هي النقطه الحرجه دي بتبقى دايما في المعتاد ابعد نقطه عن الابار، فالنقطه اللي في نص الارض بالظبط دي تعتبر هي النقطه الحرجه اللي هي هنا على اليمين. فين اللي هي النقطه ده؟ يبقى انا عايز اخفض المياه الجوفيه من هنا لهنا بحيث ان انا انزل تحت النقطه الحرجه بمقدار نص متر على الاقل، يعني المسافه دي بنص متر. تمام. يبقى انا كده علشان احسب الزد ده هحسبها ازاي؟ نفس الشغل بتاع المساله اللي فاتت بالظبط. عمق الحفر كله اللي هو 6 متر اطرح منه متر، المتر اللي فوق يبقى 6 ناقص 1 ب 5 متر، وال 5 متر ازود عليها النص اللي تحت يبقى 5.5. حد حسبه الزد بالنسبه له مش فاهمه؟ الستة متر اللي هو عمق الحفر كله هطرح منه الجزء اللي فوق ده اللي هو الواحد متر، يتبقى لك ان المنطقة دي بخمسة، زود عليها نص المتر اللي تحت يبقى 5.5. دي الزد اللي انت لازم تتحقق منها وتحققها في الاخر. طيب المرة دي عايز احسب بقى او استنتج ال HE. ال HE انا اقدر المره دي استنتجها من الرسم. هتقول لي ازاي ده ال HE ده المفروض ان هو ارتفاع الميه داخل البير العميق اللي هي المسافه دي. اقول لك لا، ما انا لسه فارض معاك دلوقتي بير وهم افتراضي في نص الارض تحت النقطه الحرجه بالظبط. يعني البير الوهمي ده المفروض ان اصلا مكانه هنا، يبقى الـ HE بتاعتك هي المسافة ده اهي، ارتفاع المية داخل البير الايه الوهمي المرة دي. فتطلع معاك ان الـ HE مش المسافة دي بقى، لا ده ارتفاع المية اللي هو من هنا لهنا داخل البير الوهمي الافتراضي اللي في نص الأرض. طب ال HE ده هتجيبه منين؟ هيبقى عبارة عن ال H capital اللي هي المسافة من هنا لهنا ال 17 ناقص ال Z اللي من هنا لهنا يديك ال HE. يبقى ال 17 لما تطرح منها ال Z الصغيرة دي تديك ال HE، يبقى 17 ناقص 5.5 يديك ان ال HE ب 11.5. يبقى كتبنا تحت الرسم يتم استنتاج ال H capital وال Z وال HE. حد عنده مشكلة؟ طيب هندخل بدلالة الأربع معلومات بتاعتنا ديب ويل، أرتيزيان، اختراق كلي، مصدر مية دائري. هتلاقي ان دي بقى المره دي معادله التصميم اللي بنحسب منها الكيو توتال، والعمود ده زي ما احنا اتفقنا معادله التحقيق، بس انا المره دي عايز معادله التصميم نفسها. تعالى بقى، دي كانت اول خطوه، يبقى احنا رسمنا ورحنا اول خطوه جبنا معادله التصميم. تاني خطوه دي يا شباب اللي هي الزد، احنا قلنا بنستنتجها من الرسم خلاص. تاني خطوة بنفرض بير وهم افتراضي. في كده خطوتين هملهم لك قبل ما ندخل في السلايد. احنا قلنا ان تاني خطوة يتم فرض بير وهم افتراضي في نص الارض. مساحته تكافئ المساحة المحاطة بالابار. يعني ايه المساحة المحاطة بالابار؟ ليه المساحة ده؟ اللي انا بوظتها دي.
المساحة ده ايه؟ مش هي الأبار عاملة دايرة؟ الدايرة دي مساحتها كام؟ دي مساحة الايه؟ مساحة الأبار، خلينا نقول عليها مساحة الأبار، هي بشكل أو يعني منطقها العلمي المساحة المحاطة بالأبار. طب المساحة الدايرة دي مساحتها قد ايه؟ باي في نص قطر الدايرة دي 11 باي ار تربيع. طيب انت عاوز تفرض بير وهمي مساحته بتساوي المساحة دي، هو البير بتاعك مش بير دائري؟ اه بير دائري، يعني مساحته ايه؟ مساحته باي في الار ويل تربيع. قال لا ده الباي هتروح مع الباي يطلع لك ان الار ويل اللي هو نص القطر البير الوهمي ب 11 متر. طبعا هو مفيش بير انت هتعمله نص القطر 11، بس احنا ده بير وهمي مش حقيقي، يعني البير ده مش عملي، هو مجرد بس بير وهمي عشان اعمل الحسابات بتاعتي. فمن هنا هتلاقي مرسوم لك او مكتوب لك في الرسمه ان الار ويل بيساوي 11 متر. يبقى بعد او اول خطوه في المساله، بس دي مش مكتوبه انا بس هملها لك، ان الباي في 11 تربيع اكتب كده بيساوي باي ار ويل تربيع، اذا الار ويل بيساوي 11 متر، واكتب تحتها ملحوظه في مسألة الأرض دائرية الشكل نص قطر البير الوهمي يساوي نص قطر خط الأبار. مش احنا كنا استنتجنا ان نص قطر خط الأبار ب 11 متر؟ أول ما تلاقي مسألة دائرية الشكل على طول يبقى البير الوهمي نص قطر 11 متر على طول. دي ملحوظة كده تحفظها. في المسألة دائرية الشكل نص قطر البير الوهمي بيساوي نص قطر خط الأبار. يبقى أنا فرضت البير الوهمي وجبت نص قطر 11 متر. أجيب بقى الـ R كابيتال C جذر K H كابيتال ناقص الـ H E. الـ C معطى والـ K معطى والـ H والـ H E استنتجتهم من الرسم. جبت الـ R بـ 220 متر. رحت أجيب معادلة التصميم عشان اجيب الكيو توتال، لقيتها 2 باي كي دي اتش كابيتال ناقص اتش اي على الار او على لين ار على الار ويل. كل حاجه معايا، الكي معامل النفاذيه معايا، الدي سمك طبقه الرمل معايا، الاتش كابيتال والاتش اي جايبهم من الرسم استنتجناهم، لين ار كابيتال نص قطر دايره التاثير لسه حاسبه 220 متر، الار ويل نص قطر البير الوهمي اللي انا بجيب له دلوقتي التصرف 11 متر، اداني كيو توتال. قسمت الكيو توتال على الكيو ييلد اللي هي قدره المضخه او قدره البير الواحد، اداني ان انا عاوز 2 بير وشويه، هنقربهم طبعا بزياده اخدهم 3 ابار. اخر خطوه اللي هي الخطوه الرابعه التحقيق. خلاص سهل جدا التحقيق بقى، هروح على العمود الثالث في الجدول اللي هو باخد منه معادلة التحقيق، هلاقي ان دي المعادلة. وافكرك H ناقص H دي اللي هي الزد اللي هي التخفيض اللي لازم يكون اكبر من او بيساوي الزد اللي كانت في المسألة الاصلية اللي هي 5.5 متر عشان التحقيق او التخفيض يبقى نجح. مفيش حاجة بقى، الكلام نفسه متكرر. هعمل جدول البير 1 2 3، المرة دي بعد البير عن النقطة الحرجة بقى 11 متر، ما بقاش بقى فيه لا اكس ولا واي ولا القصة دي كلها، ما هي الأبار عاملة دايرة نص قطر الدايرة دي 11 متر، يبقى بعد البير عن المركز 11، وبعد البير ده عن المركز 11، وبعد البير ده عن المركز 11، فالآر سهل ب 11. طب لان ار كابيتال على ار سمول، احنا جايبين لسه نص قطر دايره التاثير من السلايد اللي فاتت كانت ب 220 متر،
يبقى لن 220 على 11 هيديك الرقم ده. تجيب مجموعهم، تجيب مجموعة 3 هيديك summation لن R على R ب 8.988. تعوض في معادلة التحقيق قدرة المضخة كانت ب 50، الK معامل النفاذية معطى، الدي سمك طبقة الرمل معطى، لن R كابيتال على R سمول اللي هو السميشن طلع ب 8.98. هنعوض هنلاقي ان التخفيض اللي اتحقق 6.2 متر، وده اعلى من 5.5 متر المطلوب، يبقى اذا المسألة بتاعتك سيف. حد عنده مشكلة؟ تمام. بالمثل تماما بقى مسألة الأرض مستطيلة الشكل، ودي آخر مسألة معانا. ترسم المسألة، خلاص بقى كلام متكرر فسهل. هترسم المسألة بتاعتك، المسألة بتاعتك كانت 30 في 40 متر. هتاخد خط الآبار متر يمين ومتر شمال، فخط الآبار بتاعك تبقى أبعاده 32 في 42 متر، صح ولا إيه؟ ما أنا عندي ده ب 30، زودت متر يمين ومتر شمال يبقى خط الآبار عرضه 32 متر، والطول 40 زائد متر فوق ومتر تحت يبقى 42 متر. هترسم المسألة بتاعتك، ونرجع نقول نستنتج ثلاث حاجات. استنتجهم انت بقى في البيت، جرب في المسألة واستنتجهم. هتستنتج الـ H كابيتال هتطلع بالـ 18.5 متر، وتستنتج الـ Z هتطلع بـ 5.5 متر، وتستنتج الـ HE هتطلع بـ 13 متر. يبقى كالعادة بنستنتج الـ H كابيتال والـ Z والـ HE. الملحوظة بس اللي أنا أخدت بالي منها أنا وإنت في المسألة دي، إن لما رسمت المسألة لقيت إن نوع التصرف تصرف جاذبية. ليه؟ لأنه بيقول لي في المسألة إن أنا عندي طبقة رمل عمقها 20 متر مرتكزة على طبقة طين غير منفذة، مش محصورة بين طبقتين، فده كان تصرف إيه؟ جاذبية. يبقى أول خطوة وأنا بجيب معادلة التصميم ومعادلة التحقيق، ديب ويل اختراق كلي مصدر مياه دائري بس التصرف جاذبية مش ارتوازي، فهتلاقي نفسك دخلت على المعادلات بتاعت رقم 9، دي معادلة التحقيق ودي معادلة التصميم، دي معادلة أنا آسف دي معادلة التصميم، أنا لخبطتهم مع بعض. اللي على الشمال دي معادلة التصميم اللي هجيب منها الكيو توتال، واللي على اليمين دي معادلة التحقيق اللي هحقق بيها في آخر خطوة. نفس بقى الشغل، المرة دي أنا عايز أفرض برضو بير وهم افتراضي في نص الأرض مساحته بتساوي مساحة الآبار أو المساحة المحاطة بالآبار. مساحة الآبار أنا اتفقت معاك في السلايد اللي فاتت إن عرض الآبار كان 32 متر والطول كان 42 متر، يبقى 32 في 42 بيساوي مساحة البير العميق اللي أنا فرضه اللي هو باي في الار والتربيع. حد عنده اعتراض؟ من القانون ده هحسب خلاص الار ويل هيطلع برقم، بقى لازم تعوض هنا في المسألة دي، مش هنقدر نطلع منها ملحوظة زي الأرض الدائرية. الخطوة اللي أنا شرحتها لك ده هي أهي، إن الأر ويل ال في في اللي هو طول الآبار في في عرض الآبار بيساوي باي أر ويل تربيع، يبقى الأر ويل بتساوي جذر ال في في على باي. هيطلع ان البير الوهمي الافتراضي اللي انت عاوز تفرضه نص قطره بكام؟ 20 متر. وارجع اقول لك ده بير مش عملي،
مش هنعمل بير نص قطره 20 متر، يعني بير قطره 40 متر. طبعا كلام غير منطقي، ده بير وهمي، هحسب منه بس الكيو توتال وارجع اقسمه على الكيو ويل. طيب طبعا الخطوه اللي بعدها انك تحسب الار، بس في المساله بتاعتنا كان مدينا ان الارض بتاعتنا في مصدر ميه قريب منها على بعد 250 متر. في مصدر ميه فعلا على بعد 250 متر، يبقى دي ار 1. وار 2 هنحسبها من القانون، الكلام ده مكرر من السكشن اللي فات، تعويض مباشر. خلاص يا باشمهندس زهقنا من المعادله دي، طلعت الار 2 ب 257 متر. اتفقنا هنعمل ايه؟ ناخد الاقل من 250 و257، يبقى الار كابيتال الاقل هي 250 متر. هنروح على معادله التصميم اللي انا جايبها معاك من الجداول، هنلاقيها باي كي في اتش كابيتال تربيع ناقص اتش اي تربيع على لن ار على الار ويل. وافكرك ان انا قايل لك فعلا ملحوظه في اول سيكشن، ان معادلات التصرف الجاذبيه بيبقى فيها الاتش متربعه، ومعادلات البير العميق بتبقى فيها باي. وقلنا ان دي ملحوظتين مهمين عشان برضو في الامتحان لما يديك عدد من المعادلات هتستخدم واحدة منهم تعرف انت انهي معادلة المفروض تستخدمها. دي الخطوة بتاعت الار ويل اللي انا كنت جايبها في الاول، بس هي هنا مشروحة في النص السلايد. طبعا هي مش هتفرق تحسبها في الاول في النص، المهم انك علشان تعوض في معادلة التصميم هتلاقي انت محتاج الار ويل، فلازم تحسبها. تعوض تعويض مباشر كل حاجة معطى، هتلاقي ان الكيو توتال بالرقم ده تقسمه على قدرة المضخة الواحدة عشان تجيب عدد الابار، هيديك 5.5 بير تقربها لستة ابار. اخر خطوة واخر سلايد يا باشمهندس، نبدأ نرص الابار. تكتب ملحوظة، اكتب ورايا. عند رص الابار يتم وضع بير في كل ركن، ثم يتم رص باقي الابار. يعني ايه؟ يعني انا عندي قطعة الارض المستطيلة اهي، وعندي ستة ابار عايز ارصه. هحط واحد في الركن ده، واحد في الركن ده، واحد في الركن ده، واحد في الركن ده. يتم رص بير في كل ركن. يتبقى لي من الستة كام؟ اتنين. احط الاثنين دول هنا ولا هنا؟ فوق ولا في فوق وتحت ولا يمين وشمال؟ احطها في المسافة الصغيرة دي، احطها في المسافة الصغيرة دي، احط البير هنا فوق وبير هنا تحت، ولا احطها في المسافة الكبيرة ده اهي يمين وشمال؟ طبعا المنطقي ان انا احط في المسافة الكبيرة يمين وشمال، فهحط كمان بير هنا وبير هنا، ويبقى دول الست ابار بتوعي. يبقى انا رصيت ازاي الابار؟ حطيت بير في كل ركن، يتبقى لي من الستة اتنين. جيت افكر كده، قلت احط البير هنا وهنا فوق وتحت على المسافة الصغيرة ولا يمين وشمال على المسافة الكبيرة؟ لا طبعا يمين وشمال على المسافة الكبيرة. فين النقطة الحرجة اللي انا عايز احقق عندها؟ هي في منتصف الارض اللي هي ده. عايز اجيب بقى بنفس الطريقه، اعمل جدول اسميهم من 1 لـ 6، احط احداثيات كل بير بالنسبه للنقطه الحرجه. يعني جبت الستاشرات دي منين؟ ان ده محور اكس بتاعك اهو، وده محور واي. البير ده مثلا ليه احداثي اكس وليه احداثي واي. الاحداثي اكس بكام؟ نص ال 32 16.
طب والاحداثي واي اللي هي المسافه الراسيه دي بكام؟ نص ال 42 اللي هي 21. طب البير اللي بعده اللي هو البير ده الاكس بتاعته ب 16 بس الواي بصفر وهكذا الباقي. هتلاقي ان انت عندك البير ده والبير ده والبير ده والبير ده اللي هم اللي في الاركان ليهم نفس الاكس ب 16 وليهم نفس الواي ب 21 وبالتالي ليهم نفس البعد الار ب 26.4. اما البير الوسطاني ده والبير الوسطاني ده هتبقى الاكس بتاعته ب 16 والواي بتاعته بصفر وبالتالي الار سمول ب 16 اللي هي برضه ناتجه عن القانون العام اللي احنا قلناه جذر اكس تربيع زائد واي تربيع. طبعا مفيش واي فيبقى الجذر اكس تربيع هيطلع ب 16. نفس الخطوات بقى ار كابيتال على ار سمول وهنجيب اللين ونجيب السمشن. فاكر زمان انا كنت قايل لك ان الزد بتساوي اتش كابيتال ناقص اتش سمول وكانت المعادله اصلا بتجيب الاتش كابيتال ناقص اتش سمول فكتبت جنبها زد على طول. مشكلتي هنا ان المعادله ما بتحسبش اتش كابيتال ناقص اتش سمول ده بتحسب اتش كابيتال تربيع ناقص الاتش سمول تربيع. فجينا نعوض هنا لو عايز تشيل الاي دي تكتب مكانها اتش سمول مفيش مشكله. شيل الاي ده اهي واكتب مكانها اتش سمول. فهنيجي نعوض هنا الاتش كابيتال انا مستنتجها من الرسم 18.5 والترم اللي على اليمين ده كل حاجه فيه معايا جيفن. يتبقى لك الاتش سمول. هتجيب الاتش سمول تطلع ب 12.6 متر. تروح بقى للمعادلة بتاعتنا اللي هي الزد بتساوي اتش كابيتال ناقص اتش سمول. الاتش كابيتال انت مستنتجها من الرسم ب 18.5 والاتش سمول انت لسه حاسبها من القانون ب 12.6 متر. تطرح الاتش سمول من الاتش كابيتال تدينا 5.9 وهي اكبر من 5.5 المطلوب تحقيقها يبقى المسألة بتاعتك سيف. حد عنده مشكلة يا شباب في المسألة دي؟ طب حد يرد عليا المسألة تمام؟ طيب تمام تمام ايه حد يقول السكشن ايه عندها سكشن دلوقتي؟ ما انا عارف ما انا بس حبيت برضه اعتذر لكم عن التأخير بس انتوا زي ما انتوا شايفين السكشن طويل يعني. لا لا انا بس مهم بالنسبة لي عشان اقفل بس وانا راضي عن السكشن. حد عنده مشكلة او حاجة في مش فاهمها؟ محدش ينحرف في حاجة حد وقع منه حاجة وأنا بشرح؟ طيب ماشي. عموما زي ما أنا بقول لكم كل مرة لو حد عنده أي مشكلة يبعتها لي وأنا هشرحها له في أي وقت تاني أو أشرحها في بداية السكشن الجاي. معلش بقى أنا بعتذر عن التأخير ولو المعيد كلمكم يعني وصله اعتذاري يعني. المطلوب معلش كان عندي مشكلة في التيمز والتليفون فخرجت من الجروب بتاع السكشن. كلمني بعد السكشن ما يخلص بس عشان الناس تروح سكشن. ماشي يا شباب. دلوقتي بالنسبة للمطلوب تسليمه والمطلوب مذاكرته أنا هبلغ بيهم باشمهندس عبد الرحمن وهو يبلغكم يعني. توكلوا على الله. خلاص السلام عليكم أشوفكم إن شاء الله. مهندس معلش باشمهندس في الشيب بتاع الويل بوينت يا جماعه خلاص. طب ثانيه واحده ثانيه واحده يا هندسة خليك معايا. اللي عايز يستأذن يستأذن خلاص مفيش مشكله عشان تروح السكشن بتاعك. تمام تمام كمل انت معايا بقى. كان في مطلوب ريديزاين وكان تمام. هو مغير الكي المفروض ان الكيو عشان اجيب العدد بتاع الابار المفروض ان انا محتاج الكيو ييلد اللي هو تصرف الخضوع. ماشي. تصرف الخضوع معتمد على الكي
ماشي فهو غير كي، المفروض ان انا اغير. تمام، انت عايز تقول ان ما دام الكي اتغيرت المفروض ندخل على شرط نجيب تصرف خضوع جديد. تمام، كلامك صح جدا، بس احنا في المسألة مش هنعمل كده. هو في المسألة بيقول لك اعمل ريديزاين ويقول لك ايه اللي اتغير في المسألة، تلتزم باللي هو قال لك عليه بس. تمام، يعني قال لك هتغيرها، ما جابش سيرة الكيو ييلد يبقى هتستخدم نفس الكيو ييلد. تمام، في جزئية تانية اللي هو بتاع ليه المضخة سبمرج، ليه مش عادية في الديب ويل، ليه المضخة يعني ايه مش عادية، ليه مش من فوق مثلا سحب ساكشن من فوق، ليه هي بتبقى سبمرج تحت. هو حد سألك السؤال ده؟ لا عادي، ده انا بسأل بس. انت بتسأل عادي؟ والله بص هندسة يعني انا مش شايف فيها. بص انا عايز اقولك على حاجة، يعني بالنسبة برضو انا كنت باخد في مادة الهندسة الصحية في سنة. هو انت بتاخد هندسة صحية؟ شغالين فيها. هتلاقي ان انت كان دكتور في دكتور محمد ايوب اللي دخلوك فيها. لا لسه سأل عموما، يعني كان بيقول لك ان المضخات بالبلدي كده خالص بيبقى اقل من الجهد المبذول ان هي تسحب الميه. ما انت دلوقتي عندك وضع من اتنين، لو المضخه تحت هتعمل ايه؟ المضخه دي هتزق الميه لفوق، جميل، تزقها تدفعها من تحت لفوق. لكن لو المضخه فوق خالص ايه اللي هيحصل؟ هتبقى هتسحب تسحب الميه من تحت لفوق. جميل. فبتوع الصحيه كانوا حتى بيقولوا الكلمه دي، يعني بيقولوا ان دايما المضخه تحب تزق عن انها تسحب. يعني دايما الجهد المبذول في الزقه اسهل واقل من ان هي تسحب. تمام، فده ممكن يبقى سبب. خلي بالك انا بدردش معاك، يعني انا ما اعرفش سبب يقيني. يعني انا ممكن اتكلم مع دكتور مصطفى اساله، واحنا ينفع نحط المضخه فوق؟ يعني انا شايف ان مفيش ما يمنع ان المضخه تبقى فوق او تحت. ما احنا في الابار الاباريه بنحطها فوق اصلا، بنحط مضخه واحده للسيستم كله فوق. انا بتكلم احتماليه حدوث ان هي يحصل فيها مشكله او كده، بتبقى هي قريبه مني ان انا اقدر اعمل صيانه عليها او كده. لا ما هو انت خلي بالك، بالنسبه برضو بالنسبه الموضوع دوت، انت المضخه المغموره اللي بتحطها تحت ديت بتبقى حاطط حواليها ماده مصمطه وبتبقى محافظ عليها ومتممها. يعني مش حتى برضو لو في احتمال حدوث اي مشكله فيه، برضو هي بعيده عن الصيانه قدام. يعني وجهه نظر، انا شايف انه ما فيش ما يمنع ان المضخه تتحط فوق، بس هسالك فيه هل لازم احطها تحت ولا ممكن احطها فوق. بس حتى بغض النظر عن الكلام ده كله، انا بقول لك من وجهه النظر الصحيه هم بيحبوا ان المضخه تزق عن انها تسحب. تمام، او مش بيحبوا، يعني خلينا نقولها بمنظور علمي اكتر، زي ما انا قلت لك الجهد المبذول في الزقه اقل من السحب. تمام، لما تبقى تحت هتبقى مرتاحه عن انها فوق كمضخه. تمام، بس معلش عطلتك بقى. معلش مش عطل يا ريس، ده دوري انا اللي معطلك اصلا. انت عندك سيكشن تقريبا. ماشي هندسه، ماشي، شكرا جزيلا. شكرا. ماشي يا باشمهندس، اتواصل مع حضرتك ازاي؟ بس عايز نمر التليفون او فيس او اي حاجه. هي مفيش مشكله يعني، عشان بس انا حصل لي مشكله وما بقتش عارف اخش فول سيكشن، فعاوز اخشهم تاني. عايز نمر التليفون ولا عايز فيس ولا عاوز ايه؟ اي حاجه. ماشي، خد نمرة التليفون بتاعت الواتس ايه؟ 011. طب ثانية، زيرو 11 44 44 28 ايوه 11 تمام 29 29 شكرا يا باشمهندس. وانتوا عندكم سكشن ايه دلوقتي يا ريس؟ خرسانة. طيب مش مهندس مين؟ مش مهندس جديد، اسمها هناء علي تقريبا. مش مهندس حنان. ماشي. بس هي كانت اشتكت لي برضه السكشن اللي فات ان انا اخرتكم، فواضح كده ان هي هتبقى عاده يعني. يا هندسه براحتك. ربنا ييسر بقى يا شادي.
يعني هندسه. بقول لحضرتك انا دخلت الساعه 11 لتلت كده غياب. لا 11 لا 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 مفيش غيابه، الغياب انا واخده لكل الناس اللي دخلت في اي وقت تلاش يعني. تمام. بس ما يبقاش دخل بس 5 دقائق ومشي يعني، فكره في كده. لا هي ساعات النور بيعمل معانا الدنيئه يعني، ممكن يجي 10 دقائق ويفصل ويتن فصل. لا 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 مفيش مشكله، ما عنديش مشكله ما دام انت دخلت بس حضرت جزء معقول باخد غيابك. تمام ماشي هندسه، جزاك الله خير. السلام عليكم حبيبي، ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام.